اتصلوا بنا الاخوه الاطباء اشقاء ديالنا في مالي، هذه تقريبا شهر وشهرين، على حاله ديال واحد السيده ماليه 29 سنه حامل بسبع توائم. دونك لا شوز كو بون استقبلناها، كانكم هي حامله عندها 25 اسبوع، 25 اسبوع ديال الحمل ما يمكنش الوليده تعيشوا. دونك الطاقم الطبي دخل باش عطاو الادويه باش نطولوا لا غروسيس ديالها، لا الحمل ديالها. دونك وصلت مده الحمل ديالها 30 اسبوع، 30 اسبوع هذه. دونك ما بقاتش طابل، البارح جاها المخاد نقرر الطاقم الطبي يدير عمليه قيصريه. هاد العمليه القيصريه عطاتنا 9 توائم، 9 توائم كان 5 بنات و4 ذكور. الحاله ديالهم مستقره، ناعسين في الانعاش ديال الخدش في الفين بهم. الام كنا منتظرين يكونوا مضاعفات اكثر ديال الولاده، لان الحمل 9 توائم في البطن ديالها، دونك كاين الريسك ديال النزيف. الشوز اللي كانت من الحمد لله الطاقم الطبي من الجراحه، من طب الانعاش، من طبيب اختصاصي في الراديولوجي انترفونسيونيل ندير في لومبوليزاسيون، تمكننا باش هاد النزيف يتحسب يتحبس يسياريتي، والسيده بحاله صحيه جيده وخارج الخطوره. وتمكننا لا ميم شوز، ملي تكون النزيف من بعد الولاده بارفوا تقدر لها حتى يدي حتى حيدوا ليها الرحم ديالها، مي لها شوز كون اللي ما دارت شي وباقا السيده بالرحم ديالها والحاله ديالها مستقره، الوليدات ديالهم حالتهم مستقره. التجربه دي بون استثنائيه باش مراته تولد 9 ديال التوائم في العالم كامل، كاين بروميير في المغرب. وهادشي تيندوش حتى كاين حتى الاخوه الافارقه تيثقوا في الطب في المغرب، يعني النيفو ديال الطب طالع. واخا ما حنا ماشي في بارفي، مي تنحاولوا كانوا من بارمي لي ميور، والحمد لله هاد الولايه هادي بارمي لي بروميير اللي خلاو الطب في المغرب، حتى الاطباء المغاربه كاينين في المستوى اللي تيمثلوا البلاد وتيشرفوا البلاد وتيفخروا بافتخار تال البلاد ديالنا. باش لان هاد الناس هادو كان عندهم الامكانيه يمشيو لاوروبا وخساروا يجيو للمغرب لعندنا لهنايا، وشي تيشرفنا وتيشرف البلاد. المراه ملي تتولد ما تتغادرش المستحاضر في لوجور ميم ولا 24، على الاقل تتبقى 3 ايام في الحالات العاديه. السيده غادي تعطل شي شويه معنا، وميم طون ستكون قريبه تال وليدتها، وليدتها غادي تعطلوا واحد شهرين 3 شهور في الانعاش الا كلشي داز في امان الله. داكور دو بوغ العمليه ديال الوليدات غير خرجوا، عندهم بين 15 دقيقه كلهم خرجوا، ولكن باش جينا النزيف وداكشي خد واحد 3 سوايع 4 سوايع ديال الوقت. كان ميدسان، كانوا 3 ديال الاطباء ديال الانعاش، كانوا 3 ديال الاطباء ديال الولاده، كانوا 3 ديال الاطباء ديال سميتو ديال العنايه ديال الخدش ديال الغيان لينيونات، كان طبيب اختصاصي في قسطره. عاد زيد الطاقم شبه طبي اللي من ليزانفيرميير، تكون واحد فانتان دو بيرسون ديال ليزانفيرميير. شحال الساعه؟ 11 ديال الصباح. هنا حنا اطباء تنداو لي مالاد، فهمتيني؟ مي ماشي غير يفتح لنا مجال التعاون مع دول افريقيه، تيفتح لنا المجال الدول الافريقيه تعاون مع الميدان الطبي في المغرب كامل، لان المستوى ديال الطب في المغرب الحمد لله ماشي غير في المستشفى عندنا، يعني حتى في الوزاره ديال الصحه الاطباء في المستشفيات العامه وفي المستشفيات الخاصه الحمد لله النيفو غادي يتزاد، يعني نفتخروا بالمستوى ديال الطب في المغرب اللي غادي يتحسن.